تقرب الارض تطلع بطيخ. انتوا عارفين ان المثل ده سببه معجزه الهيه حصلت على ارض مصر؟ طب ايه الحكايه واشمعنى البطيخ؟ الحكايه بدات مع رحله العائله المقدسه للسيده مريم العذراء والسيد المسيح عيسى عليه السلام، وكان معاهم يوسف النجار، وده علشان يهربوا من هيرودس اللي كان عايز يقتل سيدنا عيسى عليه السلام. لما دخلوا مصر مروا على حقل كان فيه فلاح لسه يا دوبك بيحط بذور البطيخ في الارض، ولما حكوا له الحكايه بتاعتهم الفلاح اتعاطف معاهم ورحب بيهم وضايفهم. قبل ما يمشوا السيده مريم العذراء قالت له انتظر مفاجاه حلوه هتحصل لك بكره، ولما رجاله هيرودس يمروا عليك ويسالوك عننا قول لهم ان انت شفتنا. الراجل استغرب جدا وقال لها ازاي ده كده هيلحقوكوا؟ قالت له قول لهم كده بس وملكش دعوه. فعلا تاني يوم الصبح الراجل صحي لقى ان بذور البطيخ اللي كان لسه حاططها امبارح طرحت وبقت بطيخ في غايه الجمال. الراجل ما كانش مصدق نفسه، ده كان لازم تاخد لها بتاع 3 شهور على الاقل في الارض. في نفس الوقت ده رجاله هيرودس مروا عليه وسالوه فعلا عن العائله المقدسه. الراجل قال لهم مروا عليا من هنا وانا بحط بذور البطيخ. الرجاله بصت على البطيخ لقته طارح وافتكرت ان العائله مرت من هنا من كذا شهر، قال لك خلاص احنا كده مش هنلحقهم، ورجعوا تاني على فلسطين. وبكده ربنا سبحانه وتعالى انقذ العائله المقدسه. مكان الحقل ده لسه موجود في مصر لحد دلوقتي، وهو كنيسه العزبويه في الازبكيه.